عشتك هنا نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 من خلال موقع الوزارة لجميع المحافظات. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 أعلنت العديد من مديريات التربية والتعليم في المحافظات المصرية عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022، لذلك تتزايد عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط وخطوات الاستعلام عنها برقم الجلوس، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا خاصا للحصول عليها بمجرد ظهورها بشكل رسمي أرداً على الأسئلة الواردة من طلاب الصف الأول الثانوي حول التعرف على رابط وكيفية الاطلاع على نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني. تمكنت وزارة التربية والتعليم المصرية في الأونة الزمنية الأخيرة من طرح نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 على موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، وذلك لكافة المحافظات المصرية، وبهذا يكون بإمكان الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم إلكترونيا من خلال موقع النتائج الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك عن طريق البيانات الامتحانية الخاصة بالطالب مثل الاسم وكود الطالب. وتجدر الإشارة إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي قد تمكنوا من الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثاني في نهاية الشهر الماضية شهر مايو، وكان ذلك يوم 25 من مايو بعد أن انتخطوا من خوض اختبارات جميع المواد المقررة عليهم للفصل الدراسي الثاني 2022، وبهذا فإن تتوفر النتائج الآن خلال الموقع الرسمي لنتائج الطلاب. الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022. يتساءل المئات من الطلاب وأولياء أمورهم خلال هذه الفترة عن رابط وكيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم طريقة الكترونية ليتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم من خلالها. 1. الدخول مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي. 2. ومن ثم الضغط على قسم الاستعلام عن نتائج الطلاب. 3. يجب تحديد الصف الدراسي المستعلم عنه وكذلك الفصل الدراسي للعام. 4. ادخال بيانات الطالب كاملة. 5. ثم كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب. 6. الضغط على أيقونة عرض لنتيجة. 7. تظهر كافة تقديرات الطالب في الامتحانات. موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022. بمجرد انتهاء الطلاب من تأدية الامتحانات تم تشكيل لجان في المدارس لتصحيح الإجابات الخاصة بالأسئلة المقالية، ومن المفترض إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها وظهور درجات الطلاب لتجميع نتيجة الامتحان الإلكتروني والامتحان الورقي. وجدير بالذكر فيما يخص الامتحانات الإلكترونية التي أجريت للصف الأول الثانوي في الترم الثاني 2022، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نجاح جميع الطلاب في الامتحانات الإلكترونية، ومن المفترض أن تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي في صورة تقديرات وليس درجات، وهي كالتالي: من بالمئة 85 100% ممتاز، من 65% لأقل من 85% جيد جيدا، من 50% لأقل من 65% جيد، أقل من 50% ضعيف. الآن وبكل سهولة يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الحصول على نتيجتهم للفصل الدراسي الثاني 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لنتائج الطلاب، والذي قد نشرت الوزارة النتائج خلالة في الأونة الزمنية الأخيرة بعد أن تم اعتمادها رسميا لجميع المحافظات، ولهذا فيمكن الآن الحصول على النتيجة من خلالة بكل سهولة.
لا تزال عمليات بحث طلاب الصف الأول الثانوي مستمرة عن نتيجة الصف الأول الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2022، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط المثل لمعرفة النتائج وعن طريق التعرف على النتيجة بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد سهلت هذا العمل الدراسي على الطلاب في الحصول على النتائج الخاصة بهم، حيث وفرت خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت خدمة الاستعلام عن النتائج ببيانات الطالب، وذلك لكي يتمكن جميع الطلاب أو أولياء الأمور من التعرف على النتائج بشكل إلكتروني بكل سهولة ويسر من المنزل. حسب ما تم الإعلان عنه، فإن النتيجة من المقرر أن يتم طرحها قريبا لكافة الطلاب، على أن يكون ذلك إلكترونيا من خلال موقع الوزارة، وذلك بعد أن ندى كافة طلاب الأول الثانوي الامتحانات الخاصة بهم إلكترونيا على التابلت في الأسئلة الاختيارية وورقيا في الأسئلة المقالية، وذلك لأول مرة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري. لقد تم الإعلان رسميا من قبل بعض المسؤولين أن النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القادمة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الورقية الخاصة بالطلاب لتصدر النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وقبل بداية أول أيام امتحانات الثانوية العامة والمقررة في يوم 20 من يونيو 2022.